سلام، مرحبا بكم في قناة طاليا. ان شاء الله تكونوا كامل بألف ألف خير. اليوم راح نشارك معاكم وصفة تشيز كيك تاع اللوتوس، هايل بزاف بزاف وبنين بنا ما نحكي لكمش. راح نشارك معاكم كامل لي ديتاي وساهل، ما في حتى تعقيدات وبريزونطابل. تبعوا معايا باه تشوفوا الوصفة وطريقة التحضير. راح نبداو بالطبقه الاولى تاع البسكوي. عندي هنايا سبيكيلوس، تقدروا ديروا اي ماركه تحبوها مش شرط لوتوس. انا هنا جبت تاع ليدل عادي، بنينه بزاف وكيما لوتوس ما كان حتى فرق بيناتهم. وعندي هنايا زبده ذائبه. قبل ما نبدا نخدم الطبقه تاعي تاع البسكوي، هنايا شوفوا عندي ان بلا دهنته لتحت بالزبده تكون ذائبه، وزدت درت له بابي كويسون هكا باه نقدروا نحيوها فاسيلمون. راح نرحي ساعة لي بسكوي تاعي. عندي هنايا 30 حبة تاع البسكوي. شوفوا هنايا بعد ما رحيت البسكوي تاعي، هنايا راح نحي منه 3 كويير هكا باه نزين بهم. ودوك نزيد له الزبده الذائبه، يعني من 3 ملاعق حتى لربعة حتى يبدا يتلم لي الخليط تاعي. هنا ندير 3 ونشوف. اذا عندكم ميكسور كبير تقدروا ترحيه وتزيدوا له الزبده في الميكسور هكا يتخلطوا كامل مع بعضهم. شوفوا يا البنات، هنا زدت الزبده حتى ولات لي هكا كيما العجينه، تجي حاكمه روحها شويه. تقريبا نصف كاس تاع الزبده ولا تقريبا 8 ملاعق تاع الزبده. درك نحط الخليط تاعي هنايا في لومول. هذه هي الطبقه الاولى تاع تشيز كيك تاعنا. ندير طبقه مليحه تاع البسكوي ونضغط عليه بالطريقة هذه. أنا لومول تاعي فيه 20 سنتيمتر. إذا تحبوها عالية بزاف تقدروا تنقصوا في لومول، وإذا تحبوها هابطة تقدروا تزيدوا في الحجم تاع المول. شوفوا البنات الطبقة تاعي نضغط عليها مليح هكا باه ما تتفتتش، ونحطها تبرد في الفريجيدير. ودرك راح نفوتوا نخدموا الكريمة تاعنا. هنايا نحتاج 250 غرام تاع جبن كريمي، اي جبن كريمي عندكم. انا هنا راح نستخدم الماسكاربون، تقدروا ديروا اي ماركه تحبوها، المهم جبن يكون للطلي وما فيهش الملح بزاف. راح نبدا نطلع الماسكاربون تاعي بالباتور ومن بعد نزيدوا المكونات الاخرى. شوفوا هنا بعد ما طلعت الماسكاربون تاعي، هنا راح نزيد لها زوج مغارف كبار تاع لاباتا تختيني تاع اللوتوس. تقدروا تلقاو ثاني ماركات مختلفه، كاينه تاع ليدل هايله بزاف بزاف وماهيش غاليه. هنا نزيد لها زوج مغارف كبار هكا باش تعطينا لوغو تاع اللوتوس. نكمل نطلع كلش بالباتر. وهنايا عندي 100 غرام تاع الشوكولا البيضاء، راح نزيدها على هذا الخليط. الشوكولا هنا ذوبتها في الميكرو اون، تقدروا تذوبوها على حمام مائي، ولازم تخليوها تبرد ما ديروهاش وهي سخونه هكا راح تهبط لكم الخليط تاعكم. انا هنا راح نكتفي بالسكر في الشوكولا البيضاء خاطر حلوه.
وهذه الشوكولا ثاني هي اللي راح تحكم لنا الخليط تاعنا، ما نحتاجوش هنايا الجيلاتين. واذا تحبوها حلوه بزاف زيدوا السكر الكريمه. دوك نشرح لكم كي نبدا في اللايلا كريم تاعي. نخلي الخليط تاعي على جنب، وهنايا عندي 200 مليلتر تاع كريمه سائله تكون 30%، لازم تكون 30% من الماده الدسمه هكا باه تطلع لكم. وخليوها في الفريجيدير ولا في الكونجيلاتور، لازم تكون بارده مليح 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 باه تطلع. انا هنا نكتفي بالكريمه نطلعها، ما نزيدش السكر. نورمالمون نزيد السكر هنا في المرحله هذه. اذا تحبوها حلوه بزاف تقدروا تزيدوا ملعقتين ولا ثلاثة تاع سكر غلاس وتطلعوه مع الكريمة. هنا راح نخلط بليفوي هذو باسكو راح نخلط كلش مع بعض في النهاية. نطلعوا الكريمه تاعنا حتى نجي هكا متماسكه، ما تطلعوهاش بزاف باه ما تفزت لكم. ودرك راح نلوحوا الكريمه على الخليط الاول اللي درناه. نلوحوا الكريمه تاعنا على دفعات على الخليط هذا اللي درناه، ونخلطوا غير من التحت للفوق بالعقل هكا باه ما نخرجوش الهواء اللي في الكريمه. شوفوا هنا الطبقه الاولى تاع البسكوي بعد ما جمدت، درك راح نحطوا عليها الكريمه تاعنا ونخليوها تريح في الفريجيدير. اذا كنتوا مزروبين حطوها في الكونجيلاتور هكا باه تجمد في ساعه. شوفوا هنا عدلت السطح تاع تشيز كيك تاعي، هنا ماشي شرط يكون مستوي خاطر راح نغطيهم بعد. ودرك راح نحطها في الفريجيدير، هو من الاحسن نحطوها ليله كامله هكا باه تجمد مليح ونرجع لكم من بعد. شوفوا الكيكه تاعي بعد ما بردت هنايا راح نحي لها السيرسو هذا، من الاحسن ديروا لي مول هذو اللي تنحاو هكا باه تجيكم سهله، تقدروا تنحيوها فاسيلمون. واذا ما عندكمش تقدروا ديروها في بلا ويعني تاكلوها تقصوها في لو ميم بلا ثاني تجي بريزونطابل وتجي هايله. هنايا نسخنها شويه على الجوانب هكا باه يتنحى لي فاسيلمون. انا راني ما خليتهاش ليله كامله على جال التصوير ديما مزروبه باه نقدم لكم الكيكه ونصورها لكم ونحطها لكم في الوقت. المهم نحيها هكا، نحيها بطريقه هذه غير بالعقل هكا باه ما تفسدش الحاشيه، راهي فخاجيل بزاف سورتو انا قلت لكم ما خليتهاش تريح مليح، نورمالمون نخليها ليله كامله. والتزيين تاعها بسيط بزاف. هنا راح نجيب لاباتا تختيني تاع اللوتوس، هنا سخنتها شويه في الميكرو اوند، وهنايا ندير القطرات هذوك اللي يجيو سايحين ونزيد نزينها من الفوق. اصلا تمدلها ذوق هايل وثاني تعطيها شكل هايل. اذا تحبوا الكيكه تاعكم تجيكم جامده بزاف تقدروا تزيدوا لها الجيلاتين، انا يعني اكتفيت غير بالشوكولا البيضاء وثاني الكريمه جات متماسكه وجات بنينه وجات يعني قد قد. وثاني باش نقول لكم راني ذقتها وما تزيدولهاش سكر، يعني هكا راهي حلوه بما فيه الكفايه. انا بالنسبه ليا جاتني حلوه بزاف،
دونك غير ما كان لها تزيدوا لها السكر. مي اذا تحبوا الحلاوه بزاف بزاف تقدروا تزيدوا زوج ملاعق كبار تاع السكر غلاس لا كريم شانتيي. نوزع كامل زبدة اللوتوس ولا لاباتا تارتيني تاع السبيكيلوس على كامل السطح ونزيد ندخلها الفريجيدير ونخليها تحكم روحها مليح. تشيز كيك تاعي راه واجد درك ودرك راح نزينه بالسبيكيلوس اللي رحيته من قبل وخبيته، راح نزينه بالطريقة هذه على الجوانب. وديما نقولكم التزيين ديما يقعد اختياري، تقدروا تزينه كيما تحبوا بالشكل اللي تحبوه انتم. فوالا يا البنات الكيكه تاعي راهي واجده درك، ودرك راح نقسمها قدامكم باه تشوفوها كيفاه تجي. وهنا نصيحه باه تقسموها، حطوا الموس تاعكم في ماء يكون سخون بزاف، وقبل ما تقسموه تمسحوه هكا في كل مره، عاودوا غطسوه في الماء السخون وعاودوا امسحوه هكا باه تقصوها بطريقه تكون مليحه. انا راني ما خليتهاش تبرد مليح، لازم تخليوها ليله كامله هكا باه الشكل تاعها ما يفسد لكمش. وشوفوا الشكل تاعها كيفاه يجي، يجي بنينه بزاف بزاف. انا من الناس اللي ما نحبش لي غاتو تاع الكريمه تكون بزاف، مي هذا عجبني بزاف. انا نحب الكو تاع سبيكيلوس وجاتني هايله يعني ما شاء الله. تقدروا ديروا دي فيغين بنفس الكريمه وبنفس هذه المكونات ثاني يجيكم ما شاء الله. نتمنى تكون عجبتكم الوصفة تاعنا تاع نهار اليوم، ونتمنى أكثر أنكم تجربوها وتبعثوا لي تطبيقاتكم في الانستغرام ولا تحطوهم في الجروب تاع الفيسبوك، راح نخلي لكم كل الروابط في صندوق الوصف. وأكثر حاجة تفرحني وتشجعني هي تعليقاتكم، نحب نقرأ تعليق تاعكم ديما تشجعوني، وما شاء الله تعليق كامل إيجابية. شكرا شكرا لكم بزاف، يعني لو كان مش انتم مانيش حنكمل في اليوتيوب ولا في الانستغرام ولا في لي ريزو سوسيو هذو كامل، راني على جالكم لراني نكمل هكا. ما لازيدو شجعوني أكثر وأكثر، ما تنساوش تبارطاجيو لا فيديو هكا باه يستفادوا منها ناس واحد أخرين. ودركا لحقنا للنهاية تاع الفيديو تاعنا، انا نخليكم ونتلاقاو في فيديو قادمة ان شاء الله.